Welcome everybody to my channel. Today a new lesson for middle one about periodic table of elements. Okay, let's go. Firstly, we will talk about attempts of classify elements. محاولات تصنيف العناصر. ايه محاولات تصنيف العناصر دي؟ يعني لما انتوا كده في الفصل متصنفين مثلا القصير قدام الطويل ورا، بنضارة قدام اللي مش نضارة ورا، فده تصنيف. فبرضه العلماء بيصنفوا العناصر، يقسموهم كده ل scientists try to classify elements. اول حاجة making their study easy أو facilitating their study، يعني بيسهل عملية الدراسة، تبقى الدراسة سهلة. وقت ما عاوز حاجة إيه، أعرف أصطاد على طول، عايز أبعت حد مشوار أعمل حاجة، يبقى التصنيف ده بيسهل لي الدنيا. ونمبر تو finding relationships، يعني ألاقي علاقات. علاقات بين إيه بقى؟ between elements and their physical and chemical properties، ما بين العناصر وصفاتها الكيميائية والفيزيائية. يعني صفات فيزيائية زي ايه؟ زي اللون بتاعها، طعمها، ريحتها، بتوصل كهربا ولا لا، دي صفات فيزيكال. كيميكال بتتفاعل مع المية، بتتفاعل مع الأكسجين، بتعمل ايه في التفاعلات، بتصدي ما بتصديش، ده كيميكال بروبرتيز. فانا عايزين نشوف مثلا هل كل اللي بيلمع بيصدي، هل كل اللي بيوصل كهربا يبقى ميتال كده، يعني بيلاقي الصفات بينهم. عندي بقى أول محاولة مندليف. أول محاولة مندليف. مندليف ده معلومات شخصية كده، إن هو راشن ساينتست، عالم روسي. وبعد ما عمل الجدول بتاعه اللي هو هيصنف فيه العناصر، بعد ما مات اكتشف عنصر، فقال لك نكرم الراجل ده فسمينا العنصر إيه باسمه. فسموا الإليمنت مندليفيوم. مندليفيوم ده اسم العنصر اللي على اسم مندليف. طب ايه هو اللي عمله بقى؟ الجدول ده من باب العلم بالشيء، يعني مش موجود في الكتاب ده، ما انا جايبهولك كده ايه، تشوف اللي انا هشرحه يبقى ايه، تبصص عليه بدل ما نتكلم على حاجه في الهوا كده، لا تبقى انت شاب نتكلم على ايه. فعمل ايه؟ elements were arranged in ascending order. ascending من الزوال الكبير، حسب ايه بقى؟ according to their atomic masses، يعني رتبه من الزوال الكبير حسب atomic mass. طب ازاي؟ يعني مثلا بص على الاتش ده كده كام؟ 1.008. طب الليثيوم 6.939. بريليوم اكبر ولا اقل؟ اكبر 9.3. بي 10.3، سي 12، يعني الارقام كده ايه بتزيد. طب بتزيد فروم ليفت تو رايت ولا رايت تو ليفت؟ ده يعتبر ليفت، الجزء ده شمال، ايدك الشمال، يبقى ايه انكريز فروم ليفت تو رايت، وانت ماشي كده بيزيد. ده ليه؟ اتوميك ماس، الكتلة بتاعت العناصر. طيب في بقى مشكلة عنده، كان في ويزاوت ا ريجولار باترن، يعني بدون انتظام او بدون نمط معين. when moving from left of the table to the right in horizontal row، يعني الترتيب اللي احنا بنقول عليه ده ascending في حتة كده هو ملخبط فيها. زي مثلا تعالى بص معايا كده، اللي هنا الرقم كام؟ 121، اللي بعده 127، طب اللي جنبه 126، ففي لخبطة يعني. فانت المهم ايه، ان في وزاوت اريجولار باتر بدون نمط معين. ايه بقى العناصر ايه بتاع مش علينا، تمام، بس حبيت ايه اوريك الشكل ايه، ايه معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده. يبقى اهم حاجه رتب على اساس ايه، دي اهم معلومه بيجي يسالك عليها، وهي تقريبا هي دي اللي عليك انت، حسب اتوميك ماس. نعم، هو بيرتب، لاحظ ايه بقى، discover that the properties repeat periodically with the beginning of each new row. row يعني الصف اللي بالعرض ده، احنا قلنا from left to right،
هما لاحظوا ايه، او هو لاحظ هو بيعملوا ايه، ان الصفات بتتكرر بصورة دورية مع بداية كل رو. يعني مثلا ال اي ادي ال اي ماشي كده وكمل الجدول بتاعه، لما جاي يبتدي الدورة الجديدة الصف الجديد لان ان ايه في صفات كتير من ال اي، لا الصفات بتتكرر. طب خلص الصف بتاع ان ايه جاي يعمل الصف الجديد، لا الكي صفاته شبه ال ان ايه وشبه الاي، فدي ملحوظة ولاحظة ان كل ما يجي يبتدي رو جديدة لا الصفات بتتكرر تاني مع بداية each new row. يا حاجة يبقى مندليف معلومتين، atomic mass وان لا الصفات بتتكرر مع بداية كل دورة، ده على حسب ترتيبه بتاع atomic mass. المحاولة التانية بقى موزلي، بس عشان موزلي يخترع حاجة جديدة لازم يكتشف حاجة جديدة. مين اللي اكتشف حاجة جديدة؟ راذرفورد. كنا خدناها أول واحد عمل إيه؟ عمل موديل للأتوم وقال لك فيها بروتون ونيوترون، فليهمنا حكاية البروتون. هو ديسكفر أوف بروتون، اكتشف إن فيه بروتون بوزيتيف وإن بره فيه إلكترون نيجاتيف ولازم الاتنين يبقوا قد بعض. أم موديل عمل إيه؟ ديسكفر ذات بيريودستي أوف ذا بروبرتيز أوف إليمنت إز ريليتد تو ذير أتوميك نمبر not their atomic mass. يعني حاول يرتب العناصر هو بس حسب ايه بقى؟ atomic number. لما رتبها حسب الاتوميك نمبر عمل شبه مندليف، يجي يعمل صف جديد يلاقي الصفات بتتكرر تاني، بس المره دي الصفات كانت حلوه قوي، الصفات تقريبا 100% ايه متطابقه. ليه بقى متطابقه؟ لانه قال لك انها ماشيه مع الاتوميك نمبر مش مع الاتوميك ماس. مع الاتوميك ماس ايه قلنا مندليف كان ملخبط في حاجات شويه، فقال لك لا ده الصفات تمشي مع الاتوميك نمبر احسن. يعني مثلا زي ما ده صنفكم، بدل ما صنف طويل وقصير لا اصنف ولاد وبنات، ده تصنيف اقوى من ده، الصفات هنا هتبقى احسن. فده كده اتوميك نمبر احسن من ايه تصنيف اتوميك ماس. ده شكل الجدول برضو من باب العلم بالشيء مش علينا شكله قوي يعني. فموز ارنجد اليمنت ان اسندنج اوردر شبه التاني ascending، بس المرة دي حسب ايه؟ atomic number. So the atom number of each element increased by one from the element that precedes it in the same period. period بقى اللي هي الصف اللي احنا قلنا عليه row، المرة دي هنقول عليه period، ويعرفها كده على طول حتى في الجديد اللي هناخده دلوقتي اسمها period. ده ليه؟ horizontal row. يعني ان ايه ام جي ال الصف ده كده اسمه period. لما هو رتب حسب اتوميك نمبر، اتوميك نمبر اللي احنا خدناه قبل كده اللي كان بيتكتب فين، فوق ولا تحت في الرمز؟ كان بيتكتب تحت. كان كل واحد بيزيد عن اللي بعديه ب 1، يعني ان ايه مثلا 11 ده الاتوميك نمبر، يعني عنده 11 بروتون 11 الكترون. طب الام جي ما دام اللي جنبه يبقى كام، وما دام اسندنج يعني بيزيد ها يبقى 12 برضه، يبقى عنده 12 بروتون 12 الكترون. طب اللي بعديه يبقى 13 الكترون 13 بروتون وهكذا. فلا الصفات ايه بتتكرر مع بداية كل دورة، برضو لان ايه شبه الكي 100% شبه بعض مثلا يعني. تمام، فايه قال لك لا الصفات حسب الاتوميك نمبر تبقى احسن. حاجة بقى زيادة هو عملها على مندليف غير الترتيب او غير ايه اساس الترتيب، added a group of noble gas. حط ايه جروب، جروب ده بقى اللي هو الصف من فوق لتحت، يعني ال اي ان اي تي ار بي ده كده على بعضه جروب. فعمل جروب كده اسمه نوبل جاز. نوبل جاز زي الهيليوم، حد يعرف الهيليوم رمزه ايه؟ اتش اي. مكانه فين؟ مكانه هنا اهو، ده الهيليوم. ونيون وارجون كريبتون زينون رادون، العيلة دي بقول عليها نوبل جاز او انرت جاز، غازات خاملة. هو بدل ما يسمى متنطورة في الجدول لا حطها في جروب لوحده وسماه جروب زيرو. وبرضه في عناصر ما كانش متشافين على ايام مندليف، فهو الراجل اكتشفها فحطها في الترتيب بتاعها. تمام، دول الجدولين القدام. نيجي بقى لأهم واحد بقى مودرن بريودك تيبل. ده بقى يرتب على اساس ايه بقى؟ حاجتين،
اول حاجه اتوميك نمبر زي مين؟ مندليف ولا موزلي؟ زي موزلي. الحاجه الثانيه way of filling energy sub level. ركز بقى في الجمله دي way of filling energy sub levels with electron. خدنا energy level كانوا كم؟ energy level كانوا 7 KLMNOBQ. طب دول اسمهم main energy level، مستويات أساسية. لكن عندي sub level يعني فرعية، يعني في جوه المستويات الأساسية دي في مستويات فرعية. عندي كم مستوى فرعي؟ عندي 4 SBDF SBDF. هما رتبوا حسب بقى الاتنين دول مع بعض، خاصيتين مع بعض، الاتوميك نمبر وطريقة ملء المستويات الفرعية. ده بقى الشكل اللي عليه تذاكره بقى، ده موجود في الكتاب ومهم وتحفظه زي اسمك. ازاي احفظه؟ ازاي هعمله؟ ده صعب ايه كل ده؟ معلش، هي واحدة واحدة، هي بالتكرار هتيجي. انا مش عايزك تحفظ بالظبط، يعني مش هتحفظ كل دول، هنقول على حاجات معينة تتذكر فيها. طب من شكله كده معلومة كده ان عدد العناصر اللي فيه 118 انيمالز، كل دول 118 عنصر. طب كم بيريود وكم جروب؟ بيريود قلنا الصف اللي ايه؟ اللي بالعرض. طب عندي كم صف بالعرض؟ ادي اول واحد في اتش و اتش اي، يبقى كده ده اول بريد. طب التاني اللي اي بي اي بي سي ان، ده البريد 2. عد بقى كام بريد؟ هتلاقيهم 7 بريد، هيبقى عدد البريد 7 بريد. اشمعنى 7؟ الرقم ده ما يفكرش بحاجه، 7 انرجي ليفل. فانا عندي كل بريد بانرجي ليفل واحد، يعني البريد الاولاني فيه عنصرين، زي ما كده الانرجي ليفل الاولاني بيشيل 2 الكترون، ادي زيها. طب بريد 2 هتلاقي 8، 2 الناحيه دي و6 الناحيه دي، زي ما كان المستوى الثاني اللي هو المستوى ال كان بيشيل 8 elements او 8 الكترون، بيشيل 8 الكترونات، فهتلاقي كده يبقى عندي 7 بريد. طب كم جروب؟ جروب بقى اللي هو من فوق لتحت، لو عديتهم كده راجل مرقمهم 1 2 3 4 5 6 7 ها اخرهم كام؟ 18. يبقى عندي كام بيريد وكام جروب؟ 7 هوريزونتال بيريد و 18 فيرتيكال جروب. تمام. هاي عندي بقى 4 بلوكس اس بي دي اف اللي احنا قلنا عليهم بقى انرجي سب ليفل، مستويات فرعيه. طب مكانهم فين؟ ركز اولا في الشكل ده كده، هو كأنه ايه جدول كده بس في حاجات ايه فاضية منه، مش كله زي بعض. طب بص بقى، هو الشكل ده بس المرة دي بالبلوك اللي هما انرجي سب ليفل. الناحية دي اس بلوك اللي يعتبر على الليفت، ده الشمال اس بلوك يعني مستوى الفرعي S. طب وهنا المستوى الفرعي B أو بقول عليه B بلوك. وفي النص بقى الحبة اللي كانوا في النص هنا دول بقول عليهم D بلوك، والتحت خالص دول الاتنين اللي تحت خالص F بلوك. يبقى عندي ال S on the left B on the right D in the middle و below the table there is the F بلوك S B D F. تمام. هاي نخلي بالنا بقى في عائلات بقى هنا ازاي. بص كده هنا مكتوب لك ايه تحت الجدول، دي كلمة ايه؟ الكلاي ميتال. طب واللون بتاعها فين في الجدول؟ اللي هما اول صف دول اللي هما الجروب دول، دول العيلة دي اسمها الكلاي ميتال. اسم الجروب ايه؟ 1. هاي في الكلاين ايرث ميتال، مكانها فين اللون ده؟ الصف التاني. او انا احفظهم؟ لا مش كلهم، هقول لك حاجات منهم. يبقى عندي جروب 1 اسمه الكلاين ميتال، جروب 2 اسمه الكلاين ايرث ميتال. ميتال يعني فلزات معادن. طب لانسينايد واكتينايد الاتنين دول اللي هما تبع اني بلوك ده اللي تحت دول خالص، ده اللي اسمه اف بلوك، فالاتنين دول بتوع اف بلوك.
ترانسيشن اللي نازل على ترانسيشن فين؟ اللي هي اللي في النص، اللي في النص كان انهي بلوك؟ اللي هو دي بلوك. الصف الثاني ده عندي كلمة ميتالويد، هناخدها فيما بعد، اللي هو ايه؟ ولا منه ميتال ولا منه نان ميتال، يعني بين البنين، حاجة شبه الفلزات وواخدة صفات من الفلزات، شبه معادن يعني. دي اللي هم ايه؟ الحبة اللي معمولين دول بالبني، تمام. نوبل جاز اللي قلنا عليهم انيرت جاز، دي الغازات الخاملة اللي هم اخر صف هنا، تمام. حاول تحفظ برضو ايه كل واحد مكانه في انهي جروب، دول اللي علينا حفظ مكانهم فين، تمام. الباقيين اللي معمولين الالوان دي مش علينا. نبص كده بقى ايه ونقارن الجدولين، هنمشي بالبلوك ونمشي بالجدول العادي. نقولنا اس بلوك مكانه فين؟ اون ذا ليفت. طب ايه الجروبس اللي تبعه؟ عندي صفين بس او جروبين، اللي هما هنا اسمهم ايه؟ 1 و 2. طب هنا اسمهم 1A 2A. 1 و 2 ده الترقيم الجديد الحديث، ساعات يسألك على ده وساعات يسألك على ده، يقول لك الأولد A والمودرن A. فالأولد كان ايه؟ زمان اسمهم 1A و 2A، الجديد 1 و 2. طب ركز بقى في الحتة دي، فين 3A؟ مش اللي بعديها على طول هنا بقى الجنب ده بتاع البي بلوك ده 3B، اللي هي هنا حديثا بقى اسمها ايه؟ 13. عشان ما تتلخبطش شيل حرف الايه وحط مكانه 10، زود على الرقم 10، يبقى شلت 3A، شلت حرف الايه منها وخليتها 13، حطيت 10 ايه بلس 3 يبقى 13، يبقى 4A هيبقى 14، 5A 15، 6A 16، 7A 17. الأخيرة بقى مالهاش دعوة بـ 8A دي، الأخيرة دي الاسم القديم اللي سماه موزلي كان مسميها جروب A اللي فيه غازات خاملة، كان جروب الزيرو، فهي الزيرو قديما وحديثا 18، تمام. اللي في النص بقى اللي هما الدي بلوت دول اللي في النص دول، ده بقى ايه الأرقام بتاعتهم 3B 4B، مش واخدة حرف الـ A بقى، واخدة حرف الـ B. ده ايه؟ بدل ما يقعد يسموهم لك، لا اعمل لك حروف ليهم بس، 3B 4B 5B 6B 7B، وفي ثلاثة بحرف الـ 8، في ثلاثة عناصر كلهم 8 8 8 1B 2B. وكم جروب دول؟ من 1 لحد 7 يبقوا 7، وعندي ثلاثة بحرف الـ 8 يبقوا كده الـ 10، يبقى اللي في النص دول 10 جروبس. نسأل بقى الكلام ده بقى، نمشي واحدة واحدة ونشوف، نطبق بقى اللي احنا خدناها ده ايه البلوكات مع الجدول. الاس بلوك كان اون ذا ليفت وعنده تو جروبس 1A و 2A اللي هما الصفين دول. طب احنا كنت قلت اسمهم ايه؟ الصف الاولاني كان اسمه الكالاي ميتال، والتاني الكالاين ايرث ميتال. طب كلهم ميتال اكسبت، بص على الصفين دول كده، فيهم حد مش تبعهم محطوط معاهم كده وهو مش تبعهم، هتلاقي فيه لونين زي بعض وفي واحد كده غريب عنهم. مين الغريب اللي عندهم؟ الاتش الهيدروجين. الهيدروجين ده غاز ما يبقاش ميتال ولا بيلمع ولا بيوصل الكهرباء ولا حاجه، بس محطوط هنا ليه؟ عشان هو الاتوميك نمبر بتاعه 1، فهو اول واحد يتحط في الجدول، تمام. البي اون ذا رايت على اليمين فيها 6 جروب، الجماعه دول اللي هنا بقى من 3A اللي هي 13 قلنا دلوقتي، 4A 5A 6A 7A والزيرو. فيها مين بقى؟ مين اللي كان لونه بني؟ كان اسمه ميتالويد. طب واللي أزرق ده ميتال. طب واللي مش أزرق الجزء بقى الأخضر فتح وغامق ده نان ميتال. في مجموعة برضو بقى 17، تخلي بالك منها، من ضمن المجاميع اللي عليك تحفظ اسمها، اللي هي 17 أو 7A اسمها هالوجين. 17 أو 7A اسمها ايه؟ هالوجين. ونوبل جاز اللي هي المجموعة الأخيرة 18 أو 0، تمام. نيجي بقى لإيه؟ دي بلوك إن ذا ميدل عدد الجروبس 10، قلنا من 1 لحد 7 وفي 3 ايه؟ بوليمرز بنفس الرقم اللي هو 8، كلهم اسمهم ميتال بس اسمهم ايه؟ ترانزيشن اليمنت،
عناصر انتقالية بس كلهم من عيلة الميتال. طيب الاف مكانه بيلو ذا تيبل تحت الجدول، مفهوش الا مجموعتين لانسينايد واكتينايد وكلهم ميتال، يعني اغلبية الجدول كله ميتال. تمام. طيب شوف لي بقى، حفظت ولا ما حفظتش؟ الكلاي ميتال مكانها فين؟ بص على اللون بتاع الكلاي ميتال، لو نسيت اللون الاحمر الداكن ده ولا بتاع، فاول جروب يبقى مكانها جروب 1 ايه. طب الكلاي او الكلاين ايرث ميتال يعني المجموعة التانية يبقى 2 ايه. طب هالوجين اللي قلت خلي بالك منها دلوقتي، فيها فلورين كلورين حاجات دي فين؟ قبل الاخير، يبقى 17 او 7 ايه. طب النوبل جاز في الزيرو او الاسم الجديد اي تي. ملحوظة من الجدول، عدالي كده بيريود 1 يبقى فيها كام اليمنتس؟ بيريود 1 اللي هو الصف اللي بالعرض، اول واحد قلنا كأنه المستوى تي، تي بيتشال بكام الكترون؟ 2، يبقى عدد الاليمنت 2. مين هما؟ ال H و H E. طب بيريود 2 عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. واحد يقول لي طب ما انت عارف ان المستوى التاني بيشيل 8، يبقى هما 8 من غير ما اعد. طب التالت لما بتيجي انت توزع براحتك، مش اللي بيشيل لحد كام، لما بنيجي نوزع تي ال ام، ام كنا نحط فيه كام؟ نحط فيه 8 برضو، ولو عديت كده هتلاقيهم 8 برضو، 1 2 3 4 5 6 7 8. نيجي بقى المستوى الرابع. الرابع هنا بقى في مجموعة جديدة دخلت في النص اللي هم عيلة الدي بلوك، فبقى عندي بدل ما 8 زي اللي قبليهم، لا هزود عليهم كام؟ الدي بلوك كان كام جروب؟ كان 10، يبقوا بقوا 18، 8 بلس 10 يبقى عندي 18. عايز تعدهم هتعد الجدول كله من 1 لحد 18، كل دول موجود في جروب او ايه، في بيريود 4. طب امتى الدي بلوك كده ظهرت؟ هل كانت موجودة في بيريود 3 واحنا بنعد؟ لا، يبقى ظهرت امتى؟ من بيريود 4، ادي في اول الصف الرابع ايه؟ بدأ اللون الازرق يظهر اللي هو دي بلوك. كان موجود في الصف اللي قبله؟ لا، يبقى دي بدايته مع ايه؟ بيريود 4. واحد دقيق الملاحظة كده يطلع لي ميركري. ميركري ده اللي هو ايه؟ ميركري ده الوحيد اللي ليكويد في عيلة الميتال، وفي برومين الوحيد اللي ليكويد في عيلة نون ميتال. طلعوا لي فين الميركري؟ دور بقى على الاتش جي. اهو الاتش جي، يبقى تبع اني بلوك ده؟ اس ولا بي ولا دي ولا اف؟ المجموعة اللي في النص دي ايه؟ دي، يبقى تبع دي بلوك. طب برومين ليكويد في اني بلوك؟ هو في الهالوجين، دور عليه في الهالوجين. فين الهالوجين؟ الصف قبل الاخير، ادي البي ار اهو، يبقى دي انهي بلوك؟ اللي على اليمين، البي بلوك. طب البي بلوك يبقى ده جروب ايه؟ هنا يقول عليه 17 يا 7 ايه. طيب قلنا ليها لسه قايلها انا اسمها ايه؟ الجروب ده اسمه هالوجين. طيب دي مراحل بيسألك عليها، المفروض ده تمرين ان انت تطلع المعلومات دي زي ما احنا طلعنا كده، تذاكر بقى المعلومات دي. تمام. فاضل بقى ايه في الجزء الاولاني بتاعنا ده؟ نتكلم عن جازز الغازات. الغازات بقى، هل كل الغازات اكتيف؟ لا، الغازات نوعين، يا اكتيف يا انيرت جاز او نوبل جاز. الاكتيف عندي 5 هيدروجين، فين الهيدروجين؟ اهو اول واحد. طب نيتروجين 7 اهو الان اهو. طب الاكسجين جنبه. طب فلورين جنبه. طب كلورين تحتيه، يبقى ايه الجماعة دول كده زائد ده، دول بسميهم ايه؟ اكتيف جازز، غازات نشطة. نشطة بيقولك زي انتر كيميكال رياكشن، يعني يعرف يخش في تفاعلات. الاكسجين بيتفاعل مثلا مع الهيدروجين ويطلع لي مية، فده بيخش مع ايه؟ بتفاعلات. كلهم في انهي بلوك بقى؟ العيلة الاكتيف دي، اس ولا بي ولا دي ولا اف؟ كلهم او معظمهم على اليمين، يبقى بي بلوك، ما عدا الاتش اللي موجود في انهي بلوك؟ احفظ بقى الايه اللي على الليفت ده، الاس، يبقى ما عدا اس. طب نيجي للانرت جاز، الغازات الخاملة،
المرة دي بقى ايه، دول 6 بقى، كان مكانهم فين؟ مود اللي حطيتهم فين؟ في آخر صف. هيليوم، نيون، أرجون، كريبتون، زينون، ورادون. هل دول هيتفعلوا؟ هم اسمهم غازات خاملة، دي ما بيفعلوش. They don't enter chemical reaction. طب جروب كام بقى؟ بقول آخر جروب، يبقى جروب ده اسمه ايه؟ واحد قال لي 0، واحد قال لي 18. مين فيهم صح؟ الاتنين صح. قلنا في اسم قديم او اسم جديد، 0 قديما و18 حديث. اني بلوك اللي على اليمين دي بلوك. يا حاجة حاول تحفظ بقى الجدول ده. تعمل كده زي ايه، بازل كده. تخبي اسم الجروب وتشوف انت هتعرف اسمه ولا لا. بص على الجدول وحاول تركز وتقول اسماء الجروبس ايه، عددهم كام، يبتدي يظهر من اول امتى. ولو قدرت تحفظ الاتوميك نمبر بتاع يعني اول 20 عنصر كده، يبقى خير وبركة، هيساعدك ايه في الحل تبقى اسرع. تمام، نرجع الكلام ده وان شاء الله نلقاكم في جزء اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.